هلا، اليوم راح اخذكم وياي بجوله حتى نشوف الاسواق الخاصه باعياد الميلاد في الدول الاسكندنافيه. وهي دول تنتشر فيها هذه الاسواق خلال موسم الكريسماس، وبعد قليل راح اشوفكم شكل هذه الاسواق. خليكم وياي ولا تفوتون هذه الحلقه. ويعتبر عيد الميلاد المناسبة الأولى من حيث إنفاق الأموال في العالم، وتشهد فترة التحضير للميلاد زيادة في المبيعات في جميع المجالات تقريبا. بالعادة يبدأ موسم التسوق في شهر أكتوبر، وتزداد المبيعات بشهر نوفمبر، وتبدأ التحضير للعيد من منتصف نوفمبر. هذا الوقت تزين الشوارع والساحات بأضواء وأشجار العيد. هذا السوق يفتح لأيام معينة، تقريباً 5 أيام أو أسبوع، وبعدها ينغلق ويردون يفتحون في شهر ديسمبر من جديد. هذا هو مشروب جداً معروف اللي هو قلق، ويأكلون وياه فد بسكت معين يسموه بيبا كاكو، وهذا هو شكل هم جدا مشهور اسمه الأجبان. هنا أنا عند فد أنواع معينة يقول الناس، وهم تختارون إذا عجبكم كل نوع معين تختارون ما عنده. عنده أنواع معينة من الأسماك، طبعاً أنا ما راح أتجرأ وأبوكن لأنه أبد ما مجربة هاي الأنواع. هذا هو العسل السويدي، وأكو من عنده أنواع معينة، ويقدر الواحد هنا يذوق العسل ويختار النوع اللي هو يحبه. وأكيد بهذا اليوم ما راح أفوت على روحي فرصة إنه آكل شوروس، واحدة من الحلويات المفضلة في موسم الكريسماس. دائما تكون موجودة في مدينة الملاهي أو بالأعياد والمناسبات. هذا هو شكلها، وراح أروح آكل وآكل لكم وياي. وواحدة من العادات السويدية اللي دائماً ما يتبعوها الأهل مع أولادهم الصغار اللي متعلقين باللهاية اللي يستعملوها في فترة الرضاعة، يجون بهذا اليوم ويعطون هذه اللهاية إلى بابا نويل. Thank you.
أندرياس الرئيس مجلس الفني لمدينة مالمو. راح يكون الآن بإلقاء خطبة وبعد قليل وبعد الخطبة راح يكون إشعال الأنوار الموجودة في ساحة المستقبل. هذا الكلب الوكيح فرحان كلش. كلش فرحان ولا بردان وفرحان كلش ويريد بس يلعب. الدنيا مشتعلة داير ما دايرة هو يتمرغل. هذه هي الأضواء اللي راح يشعلهم أندرياس بعد قليل. هذه الأشجار كلها موجود بيها جلوبات وراح يشعلوها إلها في يوم معين، واليوم مسويين الاحتفالية حتى يفتحون الأضواء اللي دائما ما تكون موجودة في شهر نوفمبر، نهاية شهر نوفمبر لحد ما تعبر أعياد الكريسماس ويردون يشيلوها على شهر جانواري. والآن يقومون بحساب الوقت لحتى يشعلوها. نول اشتغلت. إن شاء الله سنة سعيدة على الجميع. إلى هنا تنتهي جولتي لهذا اليوم. أتمنى تكونون استمتعتوا وياي، قدرت أشوفكم في شيء بسيط من أجواء الكريسماس في السويد. وإن شاء الله إذا حبيتوا الحلقة راح أسوي لكم جولة في أسواق أعياد الميلاد اللي موجودة في عاصمة الدنمارك كوبنهاغن. قبل لا أروح أريد أقولكم تقريبا أني جمدت واني دا أصور لكم هذه الحلقة، فياريت تدعموني باللايك والسبسكرايب حتى يوصلكم كل شيء جديد. لهنا أنا أروح وأقولكم باي باي.